اهلا بيكم مشاهدينا، بنجدد التحيه مره ثانيه وبنبدا فقرات طعم البيوت. عندنا فقرتين، الفقره الاولى هنتكلم فيها عن الموروثات والعادات والتقاليد اللي بتتكلم عن الزياده السكانيه او بتؤدي للزياده السكانيه. يعني لما جاب الولد اتشد ظهره واتفرد، فلما يخلف بنات لازم يفضل انه يخلف لغاية ما يوصل للولد. يا ترى الموضوع ده صح ولا غلط؟ العزوة، ولازم يكون عنده عزوة، ولاد كتير واخوات كتير، معنى كده اننا نستمر برضو في الخلفة لغاية ما يبقى عندنا ولاد كتير. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ الكلام ده بيؤدي لزيادة سكانية خطيرة. هنتكلم عن الموضوع بالتفصيل من خلال فقرتنا الأولى. أما فقرتنا الثانية فهي الأنامل الذهبية، هنتكلم عن صناعة الجلود، إزاي فن جميل ما نقدرش نستغنى عنه أبدا، سواء كان في إكسسوارات أو في مستلزمات بنستخدمها. ده من خلال لقائنا مع ضيفة فنانة عندها مشغولات يدوية مميزة جدا من الجلود. أما دلوقتي فهنخرج مع حضراتكم معانا تقرير عن المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للرعاية المركزة الخاصة بمرضى أمراض الصدر. خلينا نشوف التقرير ونخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم نبدأ حلقتنا. عشان الحياة تبقى حلوة لازم نتخلى عن بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية الخاطئة، يمكن تكون أثرت على حياة أجيال، أثرت بالسلب طبعا. خلينا نتكلم أكتر عن الزيادة السكانية من خلال لقائنا مع الدكتورة نسرين كمال، استشاري أسري ودكتوراه في علم الاجتماع. برحب بيكي معنا. أهلا وسهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. شفتي الموروثات عملت فينا إيه؟ طيب الموروثات الثقافية والاجتماعية دي بتمثل خطر على المجتمع فعلا؟ طبعا. بصي هقول لحضرتك حاجة، مبدئيا أي مجتمع هو ليه موروثاته الثقافية اللي هي جزء من شخصيته. أيوه. وجزء من تركيبته، ما بيقدرش يتخلى عنها بشكل كامل، ممكن التعديل فيها، ممكن تطويرها ملاحقة للتغيرات اللي بتحصل في المجتمع وعلى مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي. ده اللي احنا بنحاول نتحرك باتجاهه، ان احنا تعديل موروثاتنا شوية، اللي هو ايه، ادخال بعض الطفيف من التعديلات. لكن ان احنا نتخلى تماما عن موروثاتنا الثقافية بإيجابياتها وسلبياتها، لان فيها شق كبير جدا إيجابي. بغض النظر عن موضوع الإنجاب، احنا في مجتمعات محرومة من الموروثات الثقافية لانها ليست صاحبة التاريخ. لكن احنا مجتمعنا المصري صاحب تاريخ طويل مر على عصور كتيرة قوي، فتكونت عنده وتراكم عنده مخزون كبير من الموروثات الثقافية مش هيقدر يتخلى عنها بسهولة. ايوه طبعا. لكن هنحتاج طبعا عمليات كتيرة قوي وعلى المدار حملات كتيرة جدا ان احنا نحاول نعدل فيها بما يتناسب بمصلحة المواطن المصري في الاول. فإنها بتمثل خطر فيما يتعلق بالزيادة السكانية. عندنا كم موروثات بسم الله ما شاء الله علينا فيما يتعلق بالإنجاب، يعني نحسد عليه. أيوة لا نحسد عليه. لا نحسد عليه. عندنا والله مجتمعات أوروبا بتحسدنا عليه. مجتمعات اوروبا واستراليا ودلوقتي الصين اللي هم ما عندهمش كثافه سكانيه وبيدوروا على هجره بيسمى عليها مجتمعات بالمصطلح كده العامي عجوزه او شائخه. أيوة. انها ما عندهمش فئه الشباب ولا فئه الاطفال، لان مفيش اجيال جديده، مفيش اجيال جديده، كل اللي عندهم عدوا ال 60 سنه في مصر. عشان كده هم فاتحين ابوابهم للهجره ولان الناس بالزبط. تروح تعيش عندهم وتجرب الحياه، امتيازات كبيرة جدا، بس تعالى معاك اتنين تلاتة هنديك تعليم وهنديك صحة، حتى لو مشتغلتش ليك مرتب وليك حماية كاملة، بس طلع لنا أجيال تسند المجتمع وتعمل تنمية، وإلا المجتمع بيموت. فإحنا في ميزة ولكن هي محتاجة تحجيم. أيوة بالظبط. أنا محتاجة تحجيم شوية. طيب إحنا عندنا مجموعة من الأمثال الشعبية والموروثات الثقافية اللي بتتوارثها الأجيال بالظبط، وهي الحقيقة بتدعو للزيادة السكانية بشكل أو طبعًا. بآخر طبعًا. لكنها مش حقيقية.
زي ما بنقول ان اللي يخلف ولد احسن من اللي يخلف بنت، وان الولد طبعًا هو السند. لما الولد اشتد ظهري واتسند. ايوه، ولما اهم البنات للمامات، فبالتالي اللي بتجيب بنت هتفضل تجيب وتجيب، وده بيشكل زياده سكانيه لحد ما يجي الولد. الزوج لو مراته بتخلف بنت برغم ان معظم المجتمع واعي ان نوع الجنين ملوش علاقه بالمراه. ايوه، هو ليه علاقه بالرجل. بالرجل، ومع ذلك بيروح يتجوز واحده ثانيه وثالثه لو امكانياته متاحه علشان يجيب الولد. فللاسف دي ضمن موروثاتنا الثقافيه موجوده بشكل كبير جدا. بس انا عايزه اوضح حته بقى اللي هي بتخص مجالي انا، يمكن اوضحها للمشاهدين. هو احنا عندنا الكثافه السكانيه موجوده اكتر، زي ما معروف عند ناس كتير، في مناطق الصعيد والارياف. ليه؟ المجتمعات يمكن الحضر شوية بتقل الموضوع، لأن في نسبة الوعي أكتر، والانفتاح على الثقافات التانية كان أكبر، والاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي كانت أكتر، فبالتالي أنا أفكاري بتتعدل. تمام؟ ليه المجتمعات الريفية وفي الصعيد والمحافظات الجنوبية عندنا تمسك لسه بفكرة الموروثات الثقافية فيما يتعلق بالإنجاب؟ هناك العزوة. العزوة، العزوة اللي هي بتتسمى في علم الاجتماع العصبية. أيوة، بتاعت ابن خلدون، مش العصبية النرفزة، لا، العصبية القبلية، التضامن والولاء والقبلية لجماعتي. فأنا بالتالي الجماعة الضعيفة أو قليلة العدد فدي بتصنف ضعيفة. فأنا لازم عشان أعزز جماعتي لازم أجيب لها أبناء كتير. عشان ليه كمان؟ إحنا لو هنلاحظ المجتمعات في الجنوب لما بتحصل مشاكل بين العائلات بيلجأوش للحكومة. بيحلوها بالعادات العرفية، إما العادات العرفية والكبار والمشايخ اللي موجودين هناك أو العمدة أو إلى آخره، بيلجأوا لوسائل أخرى عشائرية لحل المشاكل دي. لو ما تحلتش، لا سمح الله، حصل أي عراقات أو خلافات أو احتدام بينهم، الغلبة للأكثر قطرة. أيوة، بالعدد. فبالتالي هم حريصين على زيادة الأبناء، بيقول لك عشان دي عزوتي، ده سندي، ده ظهري. أنا لو اتقالت في إحدى الدراسات اللي اتعملت في 2018 مع أحد يعني الناس الصعيدة هناك، أهلنا والشرف بتوعنا وهم يعني امتدادنا أصلا، يعني كل المحبة ليهم طبعا، قال لك أنا خلف واحد واثنين وعشرة، ما أنا لو قمت دخلت خناقة أنا مين هيسندني غيرهم؟ دي كانت بتلخص الفكرة، ان هم بيحتاجوا العدد الكبير عشان ده بيمثل لهم بناء قوة. انا قوي طول ما انا عندي عدد. بس اعتقد ان كل ما بنتقدم في التعليم وبيكون بالزبط عندنا وعي وبيكون عندنا ثقافة وبيكون عندنا بنات بتتعلم وبتكمل تعليمها، وسائل العلاج. ايوه، وبتقدر انها تتصدى لهذه العادات والتقاليد، وبتبقى فاهمة انها تتعلم كويس وصحتها الانجابية تبقى سليمة، وتتجوز وتخلف واحد أو اتنين يكونوا متعلمين كويس. طبعاً زي ما شفنا في المبادرة الرئاسية اللي هي بتتكلم عن زيادة السكانية، بيقولوا احنا خلفنا كتير، بس لو كان بإيدي كنت خلفت واحد أو اتنين، واللي بيعاني بيقول أنا مش قادر أكفيهم. فيعني لما خلف واحد أو اتنين وأعلمه كويس وأربيه كويس، ده كله نتيجة الوعي. والوعي هيجي أنا لما يكون عندي مناطق مكتظة بالسكان وبتعاني من كثرة الإنجاب، أنا مفترض تجاه المناطق دي أتصرف إزاي؟ ما هو ده الابتلاء الأكبر، وده السبب الأكبر في العدد الزيادة عندنا في النمو السكاني. أيوه، فأنا هتصرف إزاي تجاه المجتمعات اللي زي دي؟ أنا لازم أقدم لها جرعات مكثفة، مش بس في التوعية، مش بس حملات توعوية، لا، ده أنا لازم أقدم لهم تعليم كويس وصحة كويسة، وركز على المرأة زي ما حضرتك ما تفضلتي وقلتي. ده العامل المهم جدا في الموضوع، ان انا بركز على المرأة، على تعليمها، توفير فرص عمل ليها، مشاريع صغيرة، كل ده بينمي وعيها وفكرها. ان انا لا، انا بدل ما يبقى عندي خمسة ستة، انا هيبقى عندي اتنين اربيهم ورعيهم وعلمهم تعليم كويس. وعي المرأة هو جزء كبير جدا جدا، ووعي المجتمع بشكل عام،
بمعالجة المشكلة السكانية. لازم يتوفر في الأماكن دي وسائل تعليمية، يعني أحرص أكتر على التعليم، المدارس، تعليم الفتيات، طبعا محاربة الزواج المبكر. محاربة طبعا. الزواج المبكر دي إحدى الكوارث على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى النفسي للمرأة بعد فترات طويلة بتعاني من مشاكل نفسية بسبب إنها تحملت مسؤوليات في سن صغير. ده غير إنها بيبقى عندها مساحة من العمر كبيرة، يعني اللي اتجوزت 15 و16 سنة معاها لحد ما توصل 45 سنة وهي عندها المقدرة على الخلفة. فبالتالي دي هتنجب لينا أكثر. لكن لما تكون السن في المتوسط 26-25 سنة، مع 25 سنة هي بالتالي أدركت ووعيت وفهمت وتعلمت، فبالتالي هتقدر تحجم العدد اللي هتقدر تجيبه وكتمل نموها، فتقدر إنها تتحمل المسؤولية الصحية بتاعتها وبتاعت طفل آخر أو اتنين. في نقطة كمان أنا بعتبرها مهمة جدا، من أحد الوسائل المهمة اللي احنا ممكن نركز عليها، هتفرق جدا في مجتمعاتنا، لأن أنا تركيزي أكتر في المناطق الأكثر اكتظاظا اللي هي بتجيب لنا أبناء أكتر وبيتحسب عندنا زيادة سكانية أكتر، اللي هي المناطق الجنوبية والمناطق الريفية، مع طبعا كل احترامي ليها. احنا لازم في فجوة ما بين اللغة الرسمية للسياسات واتخاذ القرار والدولة وإلى آخره، تمام، واللغة الشعبية. أنا لازم لما أروح أكلم حضرة المحترم الإنسان الصعيدي صاحب التاريخ الجميل دون، ولا الرجل الفلاح المحترم ده، لازم أكلمه بلغة يفهمها، مش مجرد مصطلحات أنا هقولها وأنادي بيها، هو مش هيستوعبني. أنا لازم أدخله من مداخل تتعلق ببنيته الفكرية وثقافته. أعتقد ده اللي قام بيه المجلس القومي للمرأة من خلال الرائدات الريفيات اللي موجودين في المكان، هم أدرى بلغة الحوار. دي الفكرة اللي أنا بتكلم بيها. أنا لازم لم أغير المفاهيم اللي بتعامل بيها مع المجتمعات دي. ما ينفعش أتكلم معهم بمصطلحات أجنبية ولا مصطلحات حتى يعني مستعربة أنا يعني هعربها بلغتنا. ما ينفعش إن أنا أروح لأقصى الصعيد من القاهرة. بالضبط. لازم يكون الشخص من المكان. وحاجة تانية، أنا بتكلم معاك من وجهة نظرك أنت. إحنا عندنا المشكلة كمان في ناس كتيرة بتلجأ موضوع كثرة الإنجاب للعامل الديني، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طبعا بياخدوا من الآية وبيمسكوا فيها. وبيفضل بقى إيه يقولك ده هم السند، هم أسباب الرزق، دول هم أسباب السعادة. إحنا المؤسسة الدينية ليها دور كبير جدا، زي المؤسسة، زي ما اتكلمت على التعليم واتكلمت على الصحة، المؤسسة الدينية ليها دور مهم جدا طبعا. لتعديل المفاهيم وليس التصحيح. احنا ما عندناش مفاهيم خطأ، احنا محتاجين نعدلها. لان المجتمع او المجتمعات، حركة المجتمعات كلها بقت صعبة دلوقتي، الحياة بقت صعبة على الكل، العامل الاقتصادي بقى ضغط على كل الناس. هل انت هيرضيك ان انت تخلف اولاد وما تقدرش تقدم لهم الرعاية الكاملة؟ من هنا بحاول أوجد لغة حوار أو تواصل مع اللغة الشعبية للناس، زي ما حضرتك ما قلتي الريفيات هم اللي يتكلموا، عارفينهم وعارفين ثقافاتهم، عارفين مدخلهم ومنهم وعارفين زي بالزبط. ما حضرتك بتقولي لغة الحوار اللي توصل بالزبط. والأمثلة من المكان أثر. واللي تترك أثر. أيوة طبعا. عشرة شفتي مثلا عندك السبعة بتوعي وشفتي فلان ابن فلان عمل ايه بالظبط، لأنهم واحد مهندس وطلع. عارفين بعض وعارفين دايرة بالزبط. المعرفة بتاعتهم واحدة، فهيقدروا احنا محتاجين لحملات إعلامية وفرقعات إعلامية فقط لغير ده، كلام حلو وجميل، ده مهم وده مهم بالظبط. طيب التحديات اللي بنواجهها بخصوص الموضوع ده كتير. بس أقول لحضرتك حاجة دلوقتي، بالنسبة للتحديات اللي بنواجهها بمشكلة زيادة السكانية، زي ما حضرتك تفضلتي بيها، الموروثات الثقافية ده عامل مهم جدا جدا، وللأسف بيترك أثر كبير على زيادة السكانية. الفقر، احنا عندنا معدلات فقر عالية، زاد الفقر نقص التعليم بقى عندنا زيادة سكانية، لأن التعليم والوعي هو اللي بيحجم تمام الزيادة السكانية دي. البطالة، هي للأسف هي عوامل منها وإليها، يعني الزيادة السكانية هتأدي عندي الفقر، والفقر بيأدي عندي لزيادة سكانية. العشوائيات،
العشوائيات اللي هي المجتمع، يعني كم كبير من الناس موجودين في مساحات صغيره. انا اعتقد ان خطه الدوله دلوقتي ماشيه في القضاء على هذه التحديات. بالزبط. زي ما حضرتك قلتي، احنا نكاد نكون بنقضي على العشوائيات كلها. بالزبط. وبننقلها لاماكن مجهزه محترمه. 30 مدن عمرانيه جديده. ايوه، عندنا مبادره حياه كريمه اللي بتبدا تغير حياه الفئات الاولى بالرعايه. بالظبط بالظبط، وسكن لكل مواطن. وعندنا مبادره اتنين كفايه، دي مبادره عملتها وزاره التضامن، برضو بتركز بالشكل الاساسي على التوعيه في المحافظات اللي فيها كثره انجاب كتير، يعني زي اسيوط وسوهاج، المنيا، البحيره والجيزه، حي الاسمرات. دي نزلت على، كانت حتى اتسمت لها حمله طرق الابواب. أيوة. كانوا بيطرقوا الابواب ويقعدوا مع السيدات ويتكلموا معاهم ويعرفوهم مفاهيم الصحه الانجابيه وايه فايدتها، علشان يقدروا برضو. احدى المبادرات المهمه اللي اتعملت من قبل الدوله علشان تحجم المشكله دي. انا عايزه بس اوضح برضو حاجه، يمكن احنا المجمل العام عدد سكاننا 103 ودخلنا في 104، يعني احنا 103 و900 وشويه 900,000، فاحنا بنتكلم في حركه مليون و4 نسمه. تمام. الفئه العمريه الاكثر، ال 40% شباب من العدد ده، مش شباب والله، اطفال، من اطفال لحد 15 سنه. فدي فئات اصلا محتاجة الإعالة، محتاجة خدمات. هي لو كانت الفئة دي عندي، أو العدد الـ 40% دون متمركز ما بين الـ 18 سنة للـ 45 سنة أو الـ 60 سنة، يبقى أنا هنا مجتمع فتي وهينتج من التراب، هينتج. تمام. بس انا عندي الاطفال دول هيبقوا شباب بعد شويه. هقول لحضرتك الضغط بيجي على الدوله من ايه؟ ان الاطفال دول محتاجين خدمات اكتر. محتاجين رعايه صحيه، يعني وتعليم، هنا استهلاك اكتر لموارد الدوله، ومحتاجين تعليم اكتر، ومحتاجين صحه اكتر، لان هتبقى جريمه ان انا انزل اطفال تشتغل. لا طبعا، ده تنتج. مش سياسه دولتنا خالص. يعني دي من جذور المشكله السكانيه عندنا، ان احنا الفئات عندنا 40% منهم ما زالوا في مرحله الطفوله. عشان كده محتاجين نحجم الاعداد شويه ونركز على الفئات الشابه ان شاء الله، نحرك الانتاج شويه ان شاء الله، ونتاكد من هذه الارقام، لان احنا برضو مجتمع ودوله شابه، فان شاء الله يكون عدد الشباب اكبر عشان عطائهم يكون اكتر. انا زي ما قلت لحضرتك، احنا ميزه بيحلم بيها المجتمعات الاوروبيه دلوقتي بتعاني. أيه. الصين بعد ما كانت بتنادي وسنت قانون الطفل الواحد، تمام، في 2015 وقفت القانون دون واصدر القانون كثرة الإنجاب، لأنها عرفت المستقبل بتاعها رايح لما فيش. احنا بنشكر حضرتك جدا، نورتينا، وإن شاء الله تتغير الموروثات والمفاهيم الخاطئة اللي بتأثر على زيادة السكانية لصالح المواطن نفسه يا رب إن شاء الله. ضيفتنا اللي كانت منورانا الدكتورة نسرين كمال، استشاري أسري ودكتوراه في علم الاجتماع. وبكده خلصت فقرتنا الأولى من خلال لقائنا مع دكتورة نسرين. خلينا نخرج في فاصل صغير ونرجع نتكلم عن المشغولات اليدوية.